اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدينا مجددا في فقره يلا شباب، الفقره اللي ديما فيها تفاؤل وفيها امل وفيها ان ليبيا بخير بعون الله لما نشوفوا هالشباب ونشوفوا الطاقه اللي فيهم. اهلا وسهلا بكم ضيوفا اعزاء في فقره يلا شباب. معنا الشاب المتالق نسيم القرادي، مصور صحفي فوتوغرافي، عضو مؤسس في الجمعيه الليبيه للاعلام الحر، عضو مؤسس في المنظمه الليبيه للتصوير. اهلا وسهلا بك يا نسيم. ايضا معنا نيروز احمد الفقي صالح، عضو فعال في حركه فداكي ليبيا وطالبه سنه رابعه طب اسنان. ان شاء الله بالتوفيق يا ربي. اهلا وسهلا بك نيروز. نبدا بشاب نسيم. قبل ما نتكلموا ونحكم مع نسيم وشن كيف بدا وكيف وصل لشن والرساله اللي حاب يوصلها، نشوفوا صور نسيم بكم ارتاء ونرجعوا نتواصلوا. يعطيك الصحة يا نسيم، صور رائعة. طبعا المشاهدين هذه كلها آدى الصور كلها من عدسة نسيم. نسيم، ما نبي نبدأ من الأخير، من أول ما تلاقيت أنا وياك في فندق باب البحر، فكنت منزعج ومتضايق وقفتها حكيت معك شوية فحسيتك محبط، مش متفائل، مش كذا، يعني قاعد تحكي لي على همومك ومشاكلك. ليش يا نسيم هذا الإحباط وهذا الضيق وهذا ليش؟ شنو المشكلة بالضبط؟ والله أول شيء هو بنحكوا على المصور الفوتوغرافي يعني بصفة عامة، هو مش شغلنا محبط، هو يعني مش عارف، ممكن نقول جل المصورين الفوتوغرافيين اللي كانوا شاركوا في الثورة يعني كانوا يحلموا منكم بأن يكون مصور فوتوغرافي حر أو نوع من هذا، يعني يحلم بالحرية الإعلام، وأكيد هذه طموح كل شاب ليبي. بس صارتنا بعد الثورة صارت هلبة ضغوطات، صارنا ضرب من الجيش الوطني رغمنا بتعريفاتنا وبي
الجميع يعني بورقين ومن نعرف احنا البلاد يعني مسرحية البلاد نعرف احنا امكانات ما نمشوش نصورها. ايه كنت تظن انك بكاميرتك تقدر تخش انت وتصور في كل مكان. في امكانات طبعا قبل الثورة ما يقدرش نخش نصورها الحمد لله وفي وصلنا لها تو، لكن بعد الثورة صارت ان هلبا في صحفيين هلبا ومصورين انضربوا كسرت كاميراتهم يعني ما فيش نقابة مصورين ونقابة صحفيين يعني وقفوا معاهم. هذه الأكثر شيء ودعم الدولة، دعم الدولة يعني مصور صحفي اللي عنده ساعة هذه ومعظم مصورين صحفيين ممكن نقول لك يخدموا بكاميراتهم الشخصية كاميرا شخصية يخدم بها للدولة. يعني أظن ليبيا مش غنية معناها مش فخيرة أن مصور فوتوغرافي صحفي يخدم بعدته وبكاميرته يعلم ربي يعني كيف واخذها والعدة وكيف يعني تعب عليها لكن الحمد لله أكيد نتمنوا أكيد نتمنوا إحنا من وزارة الثقافة ووزارة أكيد الإعلام إن هي توقف للمصور فوتوغرافي مصور صحفي بصفة عامة توقف لأكيد وتدعم مع يسي ماديا ومعنويا نص يسي نقول حتى ماديا بين غير دعمنا يسي معنويا يعني أعطينا دورات فيكم؟ أعطينا دورات يعني تقف المصورين يعني مصورين العالم أحميه أحميه بنقابة تحمي المصور يعني هل المصورين شوفوا ولا تذكر يعني ما عداد هل آخر مشاكل هذه المؤتمر مشاكل في الشارع البرا في زمان أيمات التحرير الأولى يشوفوا المصور أول ما يشوفوك يجوا يجوا للكاميرا تو أول ما يشوفوك يهربوا ما يبوش الكاميرا فهمتي سبحان الله يعني ما يبوش الحقيقة تطلع إن شاء الله أكيد نتفائلوا إن شاء الله لأن اللي يهرب من الكاميرا خايف من شيء أكيد صدقني أكيد ما فيش حد يهرب من الكاميرا إلا ما داير صح عليك بس نبي نسألك عليه الإبداع عند الشاب هل في يوم من الأيام ينجح أي شيء أي شخص أي جهة بقتل الإبداع عندك؟ الإبداع هو طبعا ينمو من الشاب من صغره يعني في كل واحد وهوايته كل واحد وطبيعته يعني في شباب طبعا بعد الثورة حقيقة يعني شباب ما شاء الله طلعوا مصورين فوتوغراف والله تقدر تقولي تتحدي بيهم في العالم يعني ما نبيش نذكر توا ما نبيش إحراج يعني يصير في شباب والله شاركوا في مسابقات عالمية انضمت لي 5000 مصور مسابقة وجابت جائزة وانطبعت صور ليبيا فرسان ليبيين انطبعت في بوستر مسابقة يعني عندنا شباب وبدأت بعد الثورة في شاب اسمه محمد دوما أعتقد في بنغازي يعني سمعت في محمد في بشار شقليلة أيضا حتى هو جاب في مسابقة حمد بن راشد هذه اللي الفترة الأخيرة هذه في دبي هذه 5000 مصور مش شوي على العالم وصورة المسابقة دراها في البوستر صورته هو وكانت للخيل يعني في فرح كان تاع خيل جابت يعني من ضمن انطبعت في كتاب كان يتوزع عن جميع أنحاء العالم الكتاب هذا 200 صورة هو من ضمن 200 صورة ومن ضمن ممكن أفضل ممكن 10 صور في المسابقة هذه والإبداع هذا اللي خلينا معني نحكوا على الإبداع الشباب عندنا طبعا عضو أنا في مؤسس في منظمة ليبية للتصوير المنظمة هذه هي اللي طبعا نتمنى ان هي تكون تدعم المصور الفوتوغرافي يعني بصفة عامة تدعمها من ناحية معنوية يعني ورشات العمل الدورات وطبعا هذا دعم نحن للمصور الفوتوغرافي يتوقف على من يتوقف على الدولة لما الدولة هذه توقف نحن يسي كوزارة الثقافة يعني والمجتمع المدني لما تدعمنا احنا يسي معنويين تعطي دورات لمصورين فوتوغرافيين تعطيهم خارج ليبيا مثلا او حتى داخل ليبيا تجيب لنا مصورين عالميين تنظيم يعني دورات داخل ليبيا هذه اكيد يستفيدوا بها واكيد الشاب الليبي هذه يلقاها حتى تلقاها الدوله فهمت يرفع اسم ليبيا في صوره يرفع طبعاً. اسم اكيد طبعاً. ومعالم ليبيا طبعا محتاجه ليبيا صورة. للسياحه والصورة الفوتوغرافية لأغلى السياحة طبعا والصورة مرات هي صورة بس هي خلاص تغني عليه مقالات أكيد من مقالات صحيح نسيم الحق الأدبي أنت تصور وتبذل مجهود كبير أكيد. ويعلم الله هذيك الصورة كيف تاخدها بعدين جيت ألقاها ها؟ هارك سايد هذا حق الأدبي أكيد في ليبيا عندي السعادة ما فيش قانون ما فيش المصور يضمن لك حقك لا تفاجأت أخي توا فترة الأخيرة مجلة يعني باش نذكر اسمها يعني مجلة معقولة عددها 8 أو 9 ومجلة ما شاء الله لما فتحتها وقعدت نقرا فيها للأسف نلقى صورة لي أنا في الواجهة يعني واسمي أنا لما منزلها في الإنترنت هي في الفيسبوك كاتبة على الصورة هم قاصين نص الاسم وقعد ومنزلها أنت في واجهة المجلة يعني ما تجيش ليش شورتني أنا
ولا كلمتني ولا انت غير كان كلمتني انا ما نبي منك شيء. انا اعطيتك راه الاصليه وريزوليوشن اقوى ومن غير اسم على الصوره، غير كلمتني بس وعطيتني علم نعطيك انا ما نبي منك فلوس ولا حاجه لمصلحه ليبيا لوجه ليبيا. كنا نخدموا له اصلا اتجاهنا واحد احنا صحفيين وكاعلاميين، لكن مش للدرجه هي يعني. صور نلقى فيها في بس صفحه كامله، والله صفحه كامله مرات توصل فيها 6-7 صور. ياخذ كوبي يدخل على الفوتوشوب يخلي هذا يعني مربي فيه صور الجبهة نلقى فيهم نازلات في جرائد حتى الاسم قلبينا نحين اسمينا وحاطين اسم واحد ثاني يعني مربي صورة يعني كيف واحد جابها يعني بدأت في الجبهة يعني خلطوا جبهات مشيتوا الجبهات مشينا وصورنا أكيد وتعاونت وقتها مع وكالة الأنباء رويترز. أقوى المواقف اللي أثرت فيك وانطبعت في ذاكرتك أنت كمصور في الجبهات تستذكرك أول ما جي هيك تستذكر على طول؟ والله هي كانت فترة في كانت في زوارة مشاكل بعد الثورة هي أكثر شيء يعني كنت أنا بتعاون مع رويترز يعني حتى قبلها كنت يعني لما انشاد الكاميرا في اللي يقول لي وقت تصوير توا فما وقت تصوير الدنيا ضرب كذا مش عارف شنو يعني مش حاس هو بقيمتها الصور يعني في وقتها بينما بعد الثورة تليفوني ما مسكرش وين صور باهي مش وقتها تقول لي ما نبيش صور. الحق فترة الأخيرة متاع زوارة أكثر شيء يعني كنت محايد يعني كنت نصور لرويترز كانت مشكلة وأنا قعدت أكثر من 10 أيام هي كنت نصور لرويترز صورت من جهة زوارة نقلت الحدث يعني لرويترز صورت من جهة جمال وركدالين يعني في اللي ناس قالوا لي لو لقوك من جهة تانية راهو صفوك يعني راهو قتلوك فيظنوك انك انت معاهم وجاي تجسس لكن الحمد لله يعني صورنا في هلبة مواقف والحمد لله ربك هو اكيد كتب لنا عمر باش نعيشوا اللحظات هذه يعني كنا زمان نتمنوا ان احنا غير نشدوا كاميرا في الشارع بس زمان حتى تطلع كم مره مصادفتنا مشاكل يعني غير طريق الشط بروح رافعينها مره مرتين انا ومصور ثاني صوروا في ذات العماد والبرج طرابلس كيف تصور بينما الحمد لله هو توا نقولوا نوعا ما في حريه واكيد وما زال نتفائل وما زال عندنا حريه لكن اهم شيء للمصور الصحفي وللصحفي بصفه عامه حق الادب يعني ما فيش من يحمينا كصحفيين ما فيش يعني نسيم انا بس على طريق موهبتك انت حاب نوصل رساله للاسره، هل الاسره كانت لها دور انك انت تكون نسيم اليوم المصور اللي فعلا يتصلوا بيك وتليفونك ما يوقفش وعندك بادي عندك اسم فعلا يعني والله الحمد لله أنا طبعا ما عنديش علاقة بالإعلام ولا ببكالوريوس كمبيوتر جامعة الزاوية كانت بمحض الصدفة يعني دخولي للمجال الصحفي بدايتها يعني كانت تجربة نعيمة الكاميرا الشريط الأولى كان صديق لي صحفي جربني مرة اثنين كويس منها أنا بديت نمي موهبتي أكيد وتشجيع الأهلي الوالدة والوالد والحمد لله يعني وما زال نقول يعني انا ما وصلتش يعني نص المسافه اللي انا يعني طموحي انا ما زال ما وصلتلهاش يعني نبي نوصل نتمنى اكيد نوصل له بليبيا الحره اكيد وبدعم دولتنا اكيد ومؤسساتنا ومجتمعنا الدنيا تستاهل كل خير زي انت والشباب اللي زيك يا نسيم. نسيم رسالتك للشباب اللي يسمعوا فيك شن حاب تقول لهم؟ والله أول شيء إن ما فيش طريق ما فيش نهاية للإبداع أول شيء مهما الإنسان يكون يعني وصل لمرحلة هو يظن في نفسه أن مرحلة هذه وصل لها يعني يثق وتأكد أن خط النهاية ما يتمش في جميع المجالات مش بس في التصوير في جميع هوايتك يعني مش متوقف على ما لا نهاية. وتاني شيء أكيد نتمنى إحنا أن أكيد ربي يحفظ بلادنا ونتمنى التوفيق للمؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة هذه إن شاء الله يعني تنظر للشعب ومتطلبات الشعب وثقة الشعب أكيد زي ما كانت تحكي أختي هذه فاضلة أكيد يعني المسؤول لما تكون عنده كلمة أكيد يوفي بها لكي يحظى بثقة الشعب ليه وحفظ الله ليبيا إن شاء الله وشبابها إن شاء الله حفظ الله ليبيا وحفظكم. كان عندكم أي ملاحظة أي حاجة أنكم فعلا يعني كنتوا ضيوفنا أعزاء في فقرة يلا شباب؟ والله ملاحظتي هي نشكر أكيد قناة العاصمة على استضافتكم الكريمة هذه وأكيد نتمنى من القنوات كلها طبعا الإعلام الحر الإعلام اللي ما فيش مصلحية لجهة ما نتمنى كل قنواتنا قلمها حر كاميرتها حرة في أي مكان تكون موجودة في أي حدث
وربي ان شاء الله نقل الحقيقه كما هي اكيد ان شاء الله مهما كانت مؤلمه مهما كانت ان شاء الله. وحتى أنا حابة نوجه رسالة لكل الشباب زي ما قلت إن هم لازم يبادروا لبناء ليبيا لأن ليبيا محتاجتنا وليبيا أولا ودائما فوق كل اعتبار دائما والحمد لله وإن شاء الله يحفظ ليبيا يا رب. يا رب شكرا لكم فعلا استمتعنا معكم بفقرة يلا شباب ورب يعطيكم الصحة وهي فعلا من أحب الفقرات هي لأنها تعطي فيها في الطاقة الإيجابية زي ما نقول شباب ليبيا والشباب ديما يحتك بالشباب ويشتغل معاهم عندكم الأفكار الإبداعية وعندكم الروح الحلوة وعندكم الطاقة وروح المغامرة ربي يعطيكم الصحة ويعطي الصحة لكل شباب ليبيا ونتمنى فعلا كل شباب ليبيا يكونوا في قد المسؤولية. فقرة يلا شباب انتهت وننتقل لفقرة من المسؤول مع زهرة رابتي. شوفوا التقرير ونرجع ونتواصل.